لو كان ديربي الأهلي والزمالك هو الأكبر في مصر وإفريقيا فده بسبب جمهوره. المرة دي مش هنتكلم عن تاريخ الديربي ولا الناديين، مش هنتكلم عن أساطير وأبطال تعرفوهم، هنتكلم عن أبطال تانيين، عن الجمهور. أنا يوم ما اتولدت اتسميت على اسم الخطيب، وأخويا متسمي على اسم حسام حسن. أبويا برغم أنه زملكاوي قال لي لا بلاش حرق الدم، الزمالك بيجيب حرق الدم، خليك تشجع الأهلي. من وانا صغير بروح الاستاد مع بابا وانا ابتدائي يعني، فطبعا الزمالك بالنسبة لي يعني كان عشق يعني. عشان كده جنة رايح في البلكونة هي فعلا حقيقية بالنسبة لي، زملكاوي، عائلتي كلها زملكاوية. البيت اللي تربيت فيه فطلعت باي ديفولت لقيت كل حاجة ليها علاقة بالأهلي، وبعد كده الموضوع ابتدى مع الوقت لقيت الحاجات اللي اتقالت لي عشت وشفتها حقيقية، فده رسخ الموضوع عندي لدرجة ان انا ازعم ان انا اهلاوي اكتر من ابويا. حاجة تانية ان انا كنت اصحابي اكتر عند الاريا بتاعت مكتب ابويا اللي هو في شارع وادي النيل كلهم زملكاوية، حسيت ان الماجوريتي زملكاوية والاهلي ده كده نادي يا حرام مهضوم حقه، انا هشجع الاهلي عشان يبقى في حد بيسبورت النادي الاهلي يعني. يمكن وانت صغير وبتختار الفريق اللي هتشجعه بتتعلق بنجم او بجيل عظيم او بحب شايفه من ناس حواليك، لكن اللي الطفل ده مش بيبقى فاهمه ان الاختيار ده هيفضل عايش معاه العمر كله، قرار مفيش رجعة فيه. كان الاهلي والاسماعيلي ماتش فاصل في دوري فاول التسعينات اظن 91، الماتش ده الاهلي خسر 2-0، فبالنسبه لي في فريق الاهلي خسر. السنه اللي بعدها كان الفريق بتاع ديف مكاي وفاروق جعفر اللي الزمالك خد الدوري سنتين ورا بعض، فاول 3 سنين كوره الاهلي بيشيل وانا بتفرج، فما يتزملك. انا كنت خلاص يعني انا حسيت ان انا بتعرض لتنمر في المدرسه، يعني واحد عنده 7 سنين بيشجع الزمالك لقيت ان اغلب الناس بتشجع الاهلي وتريقه بقى واي خساره ومش عارف ايه، فانا صعب احتمالها بالنسبه لطفل يعني. فخلاص فجيت في وقت كده قلت طب ما الفريق اللي بيكسب اهو واضح ان هو بيكسب اكتر، طب ما اجرب اشجعه. كانت اول مواجهه بعديها كان الاهلي والزمالك، ده كان 97، كان ماتش في الدوري، فخلاص قررت اشجع الاهلي. بدايه الماتش ده اعتقد في اوائله الاهلي اتقدم تقريبا في اول 20 دقيقه كانت 2-0 للاهلي، وانا يعني كنت بمثل على نفسي اكتر من بمثل حد تاني ان انا فرحان يعني، بحاول اثبت لنفسي ان انا اهلاوي. بعديها جه جون بقى ايه، واحد من احلى الاجوان اللي الزمالك جابها في الاهلي، جون احمد الكاس اللي عدى من ناحيه شمال ودخل وجاب جون في الحضري. ساعتها بقى انا انفجرت من الفرح، وخلاص في الوقت ده ادركت رغم الماتش ده بعد كده الاهلي جاب جون ثالث وكسب فوز مريح يعني 3-1، بس انا خلاص ادركت ان انا بقى ليه بعمل في نفسي كده يعني، انا التمثيل بتاعي على نفسي كان اوحش من التنمر اللي كنت بتعرض ليه يعني مش عارف مش قادر. اللاعبين بيضحوا على أرض الملعب، المدربين بيضحوا بأعصابهم، لكن الجمهور تضحياته أكبر بكتير. فوتت مرة امتحان ميتر عشان نروح ماتش في كاس العالم، كاس العالم للأندية. وقت كاس العالم للأندية كان في وقت بيبقى في وسط الشغل، كان بيبقى تقريباً على الساعة 12 الظهر، فما كانش هروب لأن كان مديري بيبقى معايا يعني ماتش الفيصلي الأردني في دور قبل نهائي في دوري أبطال العرب، كنا لسه خارجين من الهلال السوداني قبلها باسبوع، وما كانش عندنا قوي احساس بان احنا هنكسب حاجه غير دي، لان دي قربت خلاص دور قبل النهائي. فالعوده كان هنا، فروحت وكان عندي تاني يوم امتحان صعب جدا، وانا كنت في السنه دي مش مركز خالص. ماتش الزمالك والترجي في النهائي هنا، كنت في الكليه وكان عندي امتحان مهم جدا، امتحان ميد ترم في هندسه كهربائيه، عشان اروح الماتش من اوله كان لازم امشي بعد نص ساعه من الامتحان مدته ساعتين، فطبعا ضحيت بالامتحان وضحيت بكل حاجه، والزمالك خرج من البطوله وانا سقطت في الامتحان. سهل انك تشجع فريقك وانت حاسس ان اللي حواليك معاك، تفرحوا سوا تزعلوا سوا، لكن صعب جدا انك تشجع وانت تحت الحصار، تحت سيطره اهم شخص في حياتك ولدك. انا بشتغل مع ابويا كمان، فطبعا لو في ماتش للاهلي بسمع دعاوي بسمع دعاوى على الاهلي، وانتوا ان شاء الله النهارده هتكسبوا وامشي اطلع بره المكتب. ماتش 6-1 قعدت اكلمه يكنسل، لما روحت البيت قال لي انت واقف لي بقى على الباب، انت رايح فين؟ انت هتعمل ايه؟ يا بابا انا داخل، انتوا مش كسبتوا النهارده وفرحت في الشارع، انت اتاخرت ليه؟ بابا انا بتفرج. لا انا نتفرج، هنسيب شغلنا ونقعد نتفرج. ويمكن ما تقدرش تختار والدك، لكن اللي تقدر تختاره هو شريك حياتك. يا ترى انتماء الشريك ده هيأثر على قرارك؟ طب واولادك؟ اكيد اختيار الشريك حياتي مرتبط بالزمالك، ما اقدرش اتجوز واحده اهلاويه مثلا جدا وبتاع. اتجوز اهلاويه متعصبه يعني، هو مراتي اهلاويه بس يعني زياطه كده مع الزحمه يعني، هي مش اهلاويه متعصبه، وانا ما اكتشفتش كده للاسف،
وقت الخطوبه يعني. لا 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 خالص، ما ان انا اتجوز واحده زملكاويه واهلاويه ما كانش فاكتر. انا كان الشرط عندي ان هي تبقى ملهاش في الكوره، لان لو اتنين ليهم في الكوره في بيت واحد بيبقى في مشكله. اختياري لزوجتي مشروط بالزمالك طبعا، مستحيل تكون اهلاويه، ولو اهلاويه قبل ما هنتجوز هتبقى بتشجع الزمالك، ده امر مفروغ منه. اكيد كل واحد بيبقى عايز ما يبقاش في حد قاعد بيجننه وقت ما بيتفرج على الكوره وهكذا، بس في النهايه برضو هي هتصعب عليا لان اكيد انا هجننها اكتر، فيعني يا ريت تبقى اهلاويه. كانت حياتي الزوجيه كانت هتنتهي بسبب ماتش للزمالك، كان ماتش النجم الساحلي ده، كان ليه قصه كده. كنت رايح اتفرج مع اهلي على الماتش، واهلي ساعتها كانوا جايبين ريسيفر جديد وكان لسه التيكت فوق ما اتشالش، فعقبال بقى ما جبت ريسيفر ووصلت ريسيفر وبتاع، فبتفرج على الماتش لقيت الزمالك ضاغط، فاستغربت قوي الزمالك ضاغط ليه، يعني احنا بنلعب بره ارضنا وده الماتش الذهاب، فاحنا مش محتاجين ان احنا نفتح خطوطنا قوي، فشكيت كده يعني. فالمهم شلت التيكت كده لقيت النتيجه تحته 2-0 للنجم الساحلي، ف واضح ان اليوم مش هيمشي كويس يعني، لغايه لما الدنيا بدات تفتح جدا والنجم الساحلي جاب الجون الخامس. فطبعا لما الجون الخامس دخل فقعدت اخبط بهستيريا على رجلي مش مصدق، ومراتي ساعتها بس فكرت ان هي تضحك ضحكه مستفزه يعني، فانا بقى طبعا فتحت في الزعيق بشكل مبالغ فيه جدا. هي فضلت ساكته ما كلمتش خالص، ماتش خلص، فراجعين بقى كده على المحور وبتاع، ف انا حسيت ان انا زودتها بزياده شويه، فجبت ورا خطوه كده فقعدت اقول لها ما انت اللي استفزتيني يعني ما ينفعش يعني هي حاجه بتضايقني يعني ما كانش ليها لازمه يعني، وهي ساكته تماما ما بتتكلمش خالص. فرجعنا البيت، اول ما رجعنا البيت لقيتها بتلم هدومها وايه وبتحطها في الشنطه وماشيه وسايبه البيت. فانا طبعا بقى يعني مش جايب ورا خطوه، لا جايب ورا خطوتين، فقلت لها لا مش هتمشي البيت خالص وبتاع وكده، وكانت بنت ساعتها تقريبا عندها 4 أو 5 شهور، فقلت لها اعملي حسابك لو هتمشي من البيت يبقى مش هتاخدي ملك معاكي. فانا توقعت بقى ان هي تقول لا بنتي وبتاع انا لازم اخدها معايا وكده، فقامت ايه سايبالي ملك وماشيه هي. فانا بقى اللي جه في دماغي ساعتها هتسيب لي ملك اعمل بيها ايه؟ لا هعرف اغير لها ولا هعرف اعمل لها اي حاجه، فقمت جاري وراها بقى خطوات سريعه، فقلت لها لا انا اللي همشي انا اللي همشي. بس لو يعني لو خلفت هيبقى زملكاوي طبعا، ما فيهاش هزار يعني، ما يخشش البيت يعني. انا مش هحاول، هو اجباري يعني، انا قررت ان انا مش هصرف على ولادي لو طلعوا اهلاويه يعني. اه طبعا احاول اثر على انتماء عيالي. انا يعني ابني من سنتين واحد معاه في الفصل بيقول له احنا هنشجع الزمالك، قلت له خد يا حبيبي تعالى انا هقول لك على حاجه، هم حاجتين تشجعهم ليفربول والاهلي، بره الحاجتين دول ما اعرفش عنك حاجه. طبعا عايز ولادي يبقوا زملكاويه، فلما الزمالك بيكسب بعمل في البيت احتفالات وبوزع فلوس واجيب حاجات حلوه، فما اعرفش دي طريقه للتاثير ولا لا، بس يعني هي دي اللي بعملها يعني، ما بعملش حاجه تانية. حد يجي يقول لي بقى يعني ما تصرفش على اولادك ازاي والكلام ده كله، هقول لهم يعني ان كل مره هصرف عليهم فيها هيجوا يقولوا لي احنا زملكاويه، فلو هم بيكذبوا او ما بيقولوش الحقيقه يعني هيبقى حسابها من ساعتها عند ربنا، وابقى انا ساعتها كسرت عينهم. لا مفيش ما فيش تشجيع زمالك ولا في اي حاجه. السنه دي بيقول لي ما جده بيشجع الزمالك، قلت له ما لناش دعوه بجده. كان ماتش الزمالك والمصري ماتش 0-0 الدقيقه حاجه و80، مصطفى فتحي نزل، مصطفى فتحي فيرست تايم راح حاطط الكوره جايه في المقص وكسبنا الماتش. ساعتها انا ليتري كان ابني قاعد بس انا ما كنتش ماسكه، فرد فعل تلقائي انا نطيت من على الكنبه عشان احتفل من الجول. ابني طار جنبي وصل تقريبا لحد السقف، وبعد كده نزل بيصوت ومش فاهم اي حاجه. مراتي جايه طبعا مش فاهمه هو ليه بيعيط مره واحده الصويت ده كله، لكن كان رد فعل تلقائي، فحسيت ان هو لا هو كده بدا معايا الموضوع من تحت قوي، ان الدقيقه حاجه و80 والاحتفال وبتاع، فهو جه معايا لحد الاخر الحمد لله. احساس الوحده صعب بالذات لو انت لوحدك وسط 100,000 مشجع كلهم نفسهم فريقهم يكسب وفريقك انت بالذات لا. ده بيخلينا نسأل جمهورنا عن ماتشات حضروها المنافسيهم في المدرجات. حضرت مع اصحابي ماتش للزمالك والزمالك اتغلب، اللي هو بتاع الفيصلي بتاع خالد سعد ده، انا كنت في الاستاد في اليوم ده، كنت رايح مع اصحابي زملكاويه ورايحين وبتاع، قلت اروح معاهم، وسبحان الله يعني يشاء السميع العليم ان انا قاعد في وسط جمهور الزمالك في اليوم ده، كنت في قمه السعاده وانا شايف الناس حواليا عامله ازاي يعني. كان ماتش الاهلي في السوبر 2007، كان الاهلي او ام بي تقريبا، ومش عارف ليه حسيت ان انا عايز اعمل كده، خدت واحد صاحبي اهلاوي
ورحمه، بس في انفرادتين لامبي في اول 10 دقايق ضاعوا. انا واحده عرفت امسك نفسي واعمل نفسي اللي هو الحمد لله انها ضاعت، وواحده انفعلت اللي هو ليه ضاعت. لقيت واحد كده قاعد على يميني مال على ودني، قال لي بص انت زملكاوي تمام، ما اسمعش صوتك لغايه اخر الماتش عشان تعدي على خير. ما سمعتش سمعتوش صوتي لغايه اخر الماتش وعدى على خير. التحفيل، كل لاعب دلوقتي عامل حساب اللقطه، بيترقص وبيشوف قدام عينه الجيف والشير والتعليقات. السوشيال ميديا غيرت حاجات كتير في الكوره، لدرجه تخلينا نسال، هل بتقلق اكتر من الخساره ولا من التحفيل اللي بعدها؟ بخاف من الهزيمه، ما بخافش من التحفيل. لا من الخساره، ما فيش معايا التحفيل، يفرق معايا الزمالك يكسب يعني وهو مبسوط. لا الهزيمه، التحفيل ده جزء من اللعبه، وبشوف ان اي واحد ما يتقبلش الكلام ده يبقى هو عنده مشكله. يعني الكوره حبيناها كده، زي ما هيتحفل عليك زي ما انت هتحفل. لا بخاف من التحفيل. التحفيل اتعودنا عليه، وزي ما احنا كلنا عارفين يعني الزملكاويه جمهور الاهلي ما فيش اي كرياتيفيتي في التحفيل، يعني هو نفس الحاجات بتتكرر. ما فيش اي كرياتيفيتي؟ تفتكر مشجع الاهلي متفق معاك؟ وهنرجع للحجه اياها بتاعه اصل الاهلي محظوظ، اصل الفرقه، اصل الحكام، الكلام ده كله ولا يفرق معايا، في ارقام بتقول كل حاجه. بالنسبه للتحفيل انا ببقى عارف ان هو كده كده جاي، فانا مثلا لو غبت النهارده انا هروح بكره هيحصل نفس الموضوع، فانا دايما معتمد ان انا هروح واواجه. ان انا اروح المدرسه بعد ماتش الستة اكتر من اي وقت تاني، دي كانت حاجه صعبه جدا، والموضوع امتد مش اليوم حتى اللي بعده، يا ريت اليوم اللي بعده، الفتره الكبيره اللي بعدها. يعني التنمر اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليه وعاملين له يعني ماساه ولال التنمر وبتاع، احنا يعني شبعنا منه. الطفل بقى اللي في ابتدائي اللي هو في فصل مثلا فيه 40 طالب وهم 4-5 مثلا زملكاويه والباقي اهلاويه، سواء عشان بيشجعوا الاهلي او عشان ما بيشجعوش حاجه ومش فاهمين حاجه فبيقوموا يهيصوا، بيبقى موقفه صعب قوي. فكان حتى لو غبت تاني يوم ههرب، ما فيش هرب، خلاص ما لازم هروح. من اقرب الحاجات هو بتاع اضرب يا بدري، طبعا بتاع ماتش 3-0 ده دوسنا في الموضوع شويه، فانا قعدت اسبوع ما بفتحش فيديوهات. وطبعا ماتش الخمسه بتاع سان داونز، موضوع الخامس اللي سجله بكماني ده، كنا بنخش ديسكشن مع الاهلاويه نرص لهم اي خمس حاجات، نقول له الفوائد الخمس، اي فايده التفاح يعني الفوائد الخمسه بتوع التفاح، فنقول لهم اربع نقط فيبتدوا يتشدوا معانا، ونقول لهم الخامس سجلوا بكماني وخلاص. موضوع كاس العالم الانديه طبعا، ان احنا نقعد نتريق عليهم ان هم عمرهم ما شافوه ولا يعرفوا ده ايه. يعني في الماتش الجاي اللي هيكسب يمكن يعيش احلى لحظه في حياته، لحظه يمكن احلى من كل اللحظات السعيده اللي جمهور الفريقين عاشوها قبل كده. ولان الزمالك في النهائي هيكون الفريق المستضيف، فهنخلي من عنده البدايه. احتفالات هستيريه، فرحه هستيريه، الموضوع ما كانش مفهوم. طبعا 23/5/2003 يوم الجمعه، انا مش هنسى اليوم ده. ماتش سيد عبد المنعم ده طبعا انا ما روحش الاستاد، مع اني كنت بروح السيزون ده كله للزمالك، بس انا كنت خلاص توقنت ان احنا يعني خسرانين. ولو كان عندي التوقع ده كنت هبقى من ال 500 المحظوظين اللي موجودين في استاد القاهره بيحتفلوا مع الفرقه بالدوري. انا كنت موجود في الاستاد في ماتش الزمالك والاسماعيلي، واحنا مثلا كنا ما طلعش 1000 واحد. فطبعا مهما حكيت لك على اليوم ده كان حلو قد ايه، بالذات الدقيقتين او الدقيقه الفرق اللي هي بعد ما ماتشنا خلص وماتشهم شغال. دي حاجه فرحه انا ما عشتهاش قبل كده، وصعب ما اعتقدش ان انا يعني مش عارف اعيشها امتى تاني. بس دايما الفوز اللي بشكل درامي ده هو اللي بيعيش. ففاكر ان جالنا حسام حسن ما يشاور في ايه يعني، فقعدنا نقول امتى يبقى اعلى صوت عشان يسمع. كان جنبه طارق السيد قاعد يرج في طارق السيد ده اللي هو اصحوا هنكسب ممكن ناخد الدوري. يعني الماتش الاولاني لو حد كان فاكره خلص 2-2، انا خفت اروح الماتش ده، انا كنت رايح ومعايا تيكت وما رحتش. الماتش ده حلاوته اني كنت بتفرج مع 8 اهلاويه في بيت. في الماتش ده العيال الاهلاويه نازلين تعبانين، وانا بجد والله العظيم عايز انزل احتفل في الشارع. احنا طلعنا من مصيبه، والسيزون ده بقى نكمل 3-1 ونكمل بافريقيا اللي خدناها في الاخر. السيزون ده كله على بعضه بتهيألي احلى سنه ونص في حياه اي زملكاوي. لو يوم سيد عبد النعيم هو الاسعد في ذاكره اغلب الزملكاويه، فاكيد يوم رادس ليه مكانته الخاصه والخالده في ذاكره الاهلاويه. احلى يوم عدى عليا في تشجيع الاهلي هم كانوا ايام كتيره. يعني جون ابو تريكه في الصفاقسي ده ممكن يكون من طبعا هو احلى لحظه كرويه في حياتي. مؤمن ان البطوله دي شاركت في تكوين العقل الجمعي بتاع الجيل دلوقتي من الاهلاويه، لان بالرغم من كنا طالعين من فتره صعبه بالنسبه لنا، بالرغم ان كنا بنحقق فيها بطولات وكل حاجه، الا ان هي كانت فتره تعتبر من فترات الدروب. فابتدى جيل يكون عنده فكره يعني ايه الاهلي البطل بتاع اللي بيلعب لاخر ثانيه،
ما تأمنش من غدره غير بعد ما اللعيبه تبقى جوه الاوض، ان في اي ثانيه ممكن يعمل الكام باك بتاعه انه يرجع الكلام ده كله. وابتدى طبعا في دماغ الخصوم بتاعه الاهلي يبقى في حته سايكولوجيكال كده، ان كله بقى عامل حساب ان الاهلي ممكن يرجع. طبعا مفيش اهلاوي الا ما بيحب اليوم بتاع 6-1. كان اللي هو ماتش طبعا محدش يقدر خالص يقول لك ان هو خلصان، كان ماتش يعني مش محسوم خالص. الزمالك كانت فرقه حلوه وهم كانوا ساعتها المورال بتاعهم عالي ونازلين متوقعين ان هم يكسبوا. انا بتفائل لما الاهلي يبقى داخل موقفه وحش، وبتفائل لما ايا كان الخصم اللي داخل بيلعبني بيبقى بيتكلم كتير. فتحت التلفزيون لقيتها فتحت. هل بالنسبه لي اتمنى كنت اخد البطوله اكتر ولا اكسب الماتش بتاع 6-1؟ سؤال صعب جدا بصراحه، وابقى كذاب لو قلت عندي، لان كل ما اختار واحده هحس في حاجه حلوه في الثانيه. في واحد صاحب اخويا كلمني بعد ماتش 6-1 على التليفون الارضي ساعتها، فقام قال لي انت كذا، فقلت له قام شاتبني مش عارف ليه، يعني معني انا مغلوب 6 فاتشتمت. فانا قلت له شفت جون حسام حسن؟ فيعني كنت مستفز جدا ليه فقفل السكه في وشي. بعد الماتش انا بقى ساكن على كوبري اكتوبر، فانا طلعت بعلم الزمالك، فهم بصوا فوق كده لقوا ان واحد بعلم الزمالك ومغلوب 6، فهو حاجه من اتنين، يا ما اتفرجش على الماتش يا اما اتجنن. فكلهم باصين لي وبيضحكوا وبيضربوا كف بكف وبتاع، وانا بقى اللي هو احنا مش هنسيبك حتى لو 6-1 مش هنسيبك وبتاع. نهائي الكونفدراليه فرحه هستيريه، الموضوع ما كانش مفهوم. كنت رحت اصلا، كنت موجود هناك، وكان يوم صعب قوي قوي قوي، كان يوم مليان زحمه ومليان صعوبات كتير قوي علينا كلنا. كل الناس فرحانه وكل الناس بتعيط وكل الناس مش فوعيها. يعني كنت في الشوط الاولاني كنت رايح مع اكتر من حد، سبتهم وطلعت فوق اتفرجت على الشوط التاني كله لغايه اخر الجيم ما بين وشوش الناس. كل ما كان الفوز بيتاخر او الرجوع تاني للجيم بيتاخر كل ما كنت بتوتر واقعد اعيط. هو كنت في الاستاد في ماتش 4-3 بتاع الزمالك بتاع الكاس، ده من احلى الماتشات اللي حضرتها، وبنخسر. وبعد كده كان في بقى حاجه غريبه جدا، ان الزمالك لما كان بيجيب جول، الماتشات ده من الماتشات القليله في الفتره دي اللي كان جمهور الزمالك كان بيروح كتير شويه. دايما لما نروح المدرجات يبقى فيها تيشرتات، تيشرت حازم امام كبيره جدا تاخد المدرج كله، والناس قليله واعلام بس الناس قليله. الماتش ده كانوا هم كانوا كتير، كل ما يجيبوا جول يشتموا في الاهلي، فكل ما يشتموا احنا نتضايق نقعد نشجع الفرقه نخلص. انا اول مره اشوف فعلا الموضوع ده، ان اغلب الناس اللي كانت موجوده بتقوم تجري علشان تقعد تدعي ربنا وتسجد سجده شكر، وكراتين مفروشه على الارض اللي هي بتاعت صلاه العشاء وصلاه المغرب. كان ما اعرفش ايه الروحانيات اللي نزلت على جمهور الاهلي مره واحده. بني عبيد دي طبعا يعني بالنسبه لي كان يوم حلو قوي. كنت مبسوط قوي بالسيزون اللي الزمالك خد فيه بطوله افريقيا اخر سنه اللي هي 2002، لان الحلو فيه ان الاهلي كان اخير مجموعته، وكان فيه هتاف مشهور كان الجمهور بيقوله الليمبي 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 جندرك رجاء ومازيمبي للي فاكره يعني، ودي الزمالك بتغسلني من جوه. وحتى لو اللي فات ده كانت لحظات سعيده جدا، فالاكيد انها لا تقارن بسعاده اللحظه اللي هيعيشها جمهور فريق واحد مع صفاره نهايه الديربي الجاي. انا شخصيا مش هنام الفاحه، هفضل سهران بنسبه كبيره جدا، يعني هروح التتش، هروح عند النادي الاهلي احتفل هناك. هو مجرد التخيل بس ان لحظة الشيكابالا ماسك فيها الكاس وماشي كبالون مسكين بتاع، انا معرفش انا هبقى عامل ازاي. شيء معين انا حاطه في دماغي ان انا هعمله لو الاهلي كسب مفيش، ولكن انا انسان بطبعي بعشق ان انا اوثق اللحظات الخاصه دي، زي كده ماتش الاهلي واورلاندو، وزي صعود لكاس العالم، وزي الذكريات الكتير قوي اللي حواليا دايما في الاوضه بشكل عام. فاكيد انا هوثق اللحظه دي، هوثقها بتيشيرت اللعيب اللي هيجيب الجون في النهائي، هوثقها بحاجه مطبوعه، حاجه متبروزه. لو الزمالك كسب يوم الجمعه ان شاء الله الفاينل هيكون الكاس السادسه، فانا عشان كده ان شاء الله هعمل رقم 6 هنا. تاني حاجه، ابن اختي صغير عنده 6 سنين، فبعد ماتش الوداد العوده قال لي الاهلي هيكسب البطوله دي ان شاء الله، فقلت له لو ربنا كرم وكسبنا الفاينل فليك مني يعني هديه كبيره. يعني انا خايف عليا وخايف على اللي حواليا وخايف من رد فعلي، يعني انا ما اعرفش هعمل ايه لو الاهلي كسب ان شاء الله باذن الله. انا بص مش هقفل على حد نهائي خالص ولا هعمل اي حاجه، بس يا رب نكسبها بس.